جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. تحكي لي عن الفات، تحكي لي عن يتعدى وعن يتجفن ومات. اهلا وسهلا رندا، لو كنت تحكينا شوية على العرض متاع اليوم شنو فيه؟ اليوم عرض فداوي، عرض قياسي، فيها موزيكا، فيها جو داكتور او ميم طون، وفيها حكاية باش نحكي لكم حكاية الكاهنة. Cette jeune femme, cette reine, cette guerrière, et elle n'en termine pas. اليوم حكاية الكهنة، المرأة البربرية اللي بيان سور دخلت للتاريخ، اما الفيزيون اللي باش تحكي بها هل باش تكون الفيزيون اللي استنسنا بها في الحكايات التاريخية، والا فما روحة جديدة راندا باش تضيفها اليوم؟ الروحة الجديدة هي انه الحكاية تكتبت بعين اكستيريور، بعين من برا. اني نخدم مع كومباني فرونسيز، كومباني كويني، وكتبت مع ماري بيير كاتينو اللي هي الكاتبة متاع الكومباني، كتبنا تكست ان فرونسي وبالعربي، فما الزوز، فما عين تونسية وفما عين جاية من برا. قرينا، شفنا، تفرجنا في أفلام مع الكاهنة، بربشنا شوية حكاياتها، ومن بعد انا ديسيدي وكتبنا التكست الجديد. يمكن يكون العين هذه ومعها زيدة التكست اللي باش يكون ان فرونسي مخلط. قلت لي فما موزيكا في الحكاية؟ فما موزيكا، فما كومبوزيسيون بتاع ربيع العبيدي عاملها، اكومبانيومون للتكست، الاسبيراسيون الكل جات من التكست ان فرونسي ومن التكست زاده بالدارجه التونسيه، والجو اللي معايا في الجو داكتور معايا اسكندر بن علي. العرض قداش باش يدوم ان شاء الله رندا؟ ان شاء الله حكايه 30 دقيقه. شنو تحب تقول جمهور جوهرة اف ام اللي نجم يلحق حتى على شويه من العرض هذا؟ اي خلطوا خلطوا يجيو حكايه حلوه. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.